السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا مهندس في فيديو جديد، والنهارده يا هندسه هكلمك عن ازاي نرسم الشير والنورمال والمومنت للاحمال الموزعه او الديستريبيوتد لود، طبعا احنا عرفنا قبل كده ان الديستريبيوتد لود في منه نوعين، نوع يونيفورم ونوع نون يونيفورم، ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اليونيفورم لود، تمام؟ وان شاء الله بعد كده هنبدا نتكلم عن نون يونيفورم طيب ركز معايا كده يا هندسه انا لو عندي مساله بالشكل ده كده عباره عن كاميرا سيمبل وعليها حمل موزع طبعا الحمل الموزع ده يونيفورم ودلوقتي يا هندسه هو طالب مني ان انا ارسم النورمال فورس دايجرام والشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام طيب يا هندسه نركز شويه كده مع بعض ونشوف ايه الفرق ما بين الحمل الموزع ده وما بين الاحمال المركزه اللي احنا اخدناها قبل كده نبدا باول حاجه النورمال فورس دايجرام هل يا هندسه النورمال فورس دايجرام الحل بتاعها او الرسمه بتاعتها في الحمل الموزع هنا هتختلف عن الاحمال المركزه يعني بكل بساطه احنا اتفقنا النورمال فورس ديجرام دي عباره عن ايه عباره عن قوه محوريه اصلا او قوه موازيه لمحور الكاميرا طب انا دلوقتي عندي حمل موزع مش الحمل الموزع ده هندسه هو عمود على المنبر الحمل ده ملوش اي علاقه بمحور الكامرة هو عمودي على محور الكامرة يعني هندسه من الاخر كده النورمال فورس ديجرام في الاحمال الموزعه هي هي بالظبط في الاحمال المركزه ففي الحاله دي هندسه النورمال فورس ديجرام مش تفرق معايا طيب لو جينا بعد كده بقى للشير فورس ديجرام هل الشير فورس ديجرام هيختلف طبعا يا هندسه هيختلف ليه لان احنا قلنا الاحمال ديت عموديه على المنبر بتاعي صح فبالتالي هي دلوقتي بتعمل لي شير على الكاميرا بتاعتي فبالتالي هندسه الشير فورس ديجرام هيختلف طبعا عن الاحمال الموزعه وكذلك برضو البيندنج مومنت دايجرام لان دي احمال جايه على الكاميرا فبالتالي رسمه المومنت طبعا هتختلف يبقى انا دلوقتي هندسه عرفت ان النورمال فورس دايجرام الشكل بتاعها او طريقه حلها مش هيختلف عن طريقه حل الاحمال المركزه انما الشير فورس دايجرام والبيندنج مومنت دايجرام الحل بتاعهم هيختلف طبعا وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي أول حاجة هنبدأ بيها هي هندسة وهي الشير فورس ديجرام، إزاي أرسم الشير فورس ديجرام للأحمال الموزعة؟ أنا لو جيت للمسألة بتاعتي هندسة أول حاجة هعملها إن أنا هبدأ أحول الحمل الموزع لحمل مركز زي ما اتعلمنا مع بعض، طبعا الحمل الموزع يونيفورم التركيز بتاعه بيكون في النص فهبدأ أركزه دبليو في ال بعد كده هندسة أبدأ أجيب الرياكشنات بتاعتي حلو طبعا الشكل لما يكون سيمتري فبالتالي الرياكشنات بتاعتك بتساوي دبليو في ال على الاثنين الحمل المركز ده بتقسمه على الاثنين ده بياخد نص وده بياخد نص لو الشكل بتاعك سيمتري يعني انت هندسه لو قابلك مساله والمساله بتاعتك سيمتري تروح وانت مغمض تقسم الحمل المركز اللي انت جبته او مجموع الاحمال اللي عندك مش شرط يكون عندك حمل موزع بس ممكن يكون عندك احمال ثانيه تجيب السمشن بتاعهم كلهم وتقسمه على الاثنين هيديك الرياكشن ده والرياكشن ده جميل يبقى اول حاجه بقى هندسه هعملها علشان ارسم الشير فورس ديجروم. أحمال الموزعة هتبدا تحسب قيمة الشير فورس عند بداية الحمل الموزع وعند نهايته تمام وطبعا الهندسه هو يقصد هنا ان انت تحسب الرياكشنات زي ما قلنا فانت يا هندسه لما تجيب الرياكشن ده فبالتالي هندسه زي ما عرفنا مع بعض ان انت بتبدا تشتغل من ناحيه الشمال هتبدا تطلع مع الطالع وتنزل مع النازل تبدا هنا من ناحيه الشمال تبدا تطلع دبليو في ال على الاثنين قيمه الرياكشن ده اهو ما عملناش اي حاجه جديده هتطلع بنفس القيمه بتاعتك تاني خطوه بقى يا هندسه ان انت من القيمه اللي انت جبتها دي كده هتبدا تمشي موازي للمنبر بتاعك هل احنا كده عملنا حاجه جديده لا ده, ده اللي احنا كنا عارفينه بس الفرق يا هندسه ان انت هتمشي موازي بخط منقط بالشكل ده كده تبدا ماشي موازي لحد منتصف الحمل الموزع طب اشمعنى المنتصف لا هو خلينا نتكلم بشكل عام لحد الحمل اللي انت مركزه انت لما تركز الحمل الموزع ده لحمل مركز فبالتالي الحمل الموزع ده ما عادش ليه اي لازمه ولا كانك شايفه هندسه يبقى هتبدا ماشي موازي لحد ما توصل للحمل المركز اللي انت جبته تبدا تنزل بالقيمه بتاعته اللي هي دبليو في ال يبقى دبليو في ال على الاثنين من هنا ودبليو في ال على الاثنين من هنا جميل تالت خطوة بقى يا هندسة هتبدأ تتحرك أفقي بخط منقط، أنت وصلت هنا، فبالتالي هتبدأ تكمل خط منقط لحد ما تقابل أي قوة عندك، فإحنا هنا وصلنا إيه؟ وصلنا عند السبورت، رابع خطوة بقى يا هندسة إنك هتبدأ توصل أول وآخر قيمة هتوصلهم ببعض بالشكل ده كده، أنت هنا جبت أول قيمة أول رياكشن بمعنى أصح، جميل؟ وهنا عندك الرياكشن ده عندك القيمة بتاعته. فبالتالي هندسة هتبدأ توصل القيمة دي بالقيمة دي بالخط اللي انت شايفه ده كده وبكده هندسة ده رسمة الشير فورس ديجرام وخلي بالك ان الاشكال المحصورة ما بين الخط اللي انت عملته ده اللي انت رسمته ده وما بين الضيطم بتاعك او الكاميرا بتاعتك هو ده الشير فورس ديجرام او بمعنى صح هو ده تاثير الشير فورس ديجرام يعني هتيجي انت من الخط بتاعك ده تبدا تهشر وتدي له الاشارات بتاعته طبعا اللي فوق موجب واللي تحت سالب الخط المنقط ده هندسه ما هو الا خطوط عمل وبس كده يا سيدي انت كده رسمت الشير فورس ديجرام للاحمال الموزعه بس كل سهوله خالص احنا ما عملناش اي حاجه جديده خالص الاختلاف الوحيد ان احنا هناك في الاحمال المركزه كنا بنمشي موازي بخط عادي بخط سوليد تمام انما انت هنا في بتبدا تمشي بخط دوتت، بتعمل خطوط عمل لنفسك بس، وبعد كده بتوصل اول قيمه باخر قيمه انت جبتها، بس وخلاص، وده كده يبقى رسمه الشير فورس ديجرام. طب تعالى بقى كده هندسه ناخد مثال، انا لو عندي مساله بالشكل ده كده، انا عندي هنا جبت سيكشن او جبت قطاع من مساله، يعني ما جبتش المساله كلها، جبت بس الجزء اللي فيه الحمل الموزع بس. طبعا ده انديكيشن السيكشن بيقول لك ان انا واخد قطاع هنا وانا هنا هندسه مديك الرياكشنات بتاعتك او مديك الشير عند النقط دي كده بالظبط يعني بمعنى صح لان طبعا مفيش رياكشنات هنا فانا حسبت الشير هنا وجبته لك هنا هندسه بالشكل ده كده عشان تبدا تشتغل على طول فانت هندسه بقى لما تيجي تبدا تحل هتعمل ايه؟ هتبدا تركز الحمل الموزع بتاعك جميل عندك هنا 2 طن برميتر وعندك المسافه ايه 8 متر تبدا تركز الحمل بتاعك 2 في 8 ب 16 طن والتركيز في النص بعد كده الناس هتبدا ترسم الشير بتاعك من ناحيه الشمال هتيجي هنا هتلاقي هنا عندك 10 طن طالعه بالشكل ده كده تبدا ترسمها تطلع مع الطالع وتنزل مع النازل بالشكل ده كده هندسه عند نقطه ايه عندها 10 طن تبدا تطلع معاها بالشكل ده كده بعد كده تبدا ماشي موازي بخط منقط لحد ما توصل للحمل اللي انت ركزته بالشكل ده كده بعد كده توصل هنا عند 16 طن تبدا تنزل 16 انت هنا عند ال 10 نزلت 10 يبقى لسه ما خلصتش ال 16 باقي عندك 6 هتبدا تنزلهم تحت الديتوم بتاعك بعد كده هندسه تبدا تكمل بخط منقط من موازي للكاميرا ليه لان انت ما عندكش اي احمال تبدا ماشي لحد اول حملة يقابلك توصل هنا تلاقي عندك حمل الستة طن ده تبدأ تطلع معاه بالشكل ده كده وبعد كده هندسة تبدأ توصل القيمة بتاعتك دي بالقيمه بتاعتك دي يبقى انت كده هندسه رسمت الشير فورس ديجرام بكل سهوله تبدا بقى تهشر كده وتدي له الاشارات بتاعتك اللي تحت سالب واللي فوق موجب جميل تعالى بقى هندسه ندخل على الحوت الكبير تعالى بقى ندخل على البندنج مومنت ديجرام ازاي ارسم بندنج مومنت ديجرام للاحمال الموزعه قال لو جبت يا هندسه نفس القطاع ده كده وعايز ارسم له بندنج مومنت ديجرام طب اعمل ايه اول حاجه هندسه انك هتبدا تحسب قيمه المومنت عند بدايه ونهايه الحمل الموزع وتبدا ترسمهم جميل طبعا طبعا انا هنا عشان مديك قطاع يعني فبالتالي هبدا اديك المومنت عندهم مديك هنا المومنت عند الاي بموجب 20 متر طن والمومنت عند البي بموجب 5 متر طن، طبعا انت هنا بتبدا تحسبهم بكل سهوله عندك مساله كامله تبدا تحسب المومنت هنا والمومنت هنا ده لازم احنا اتفقنا ان انت بتحسب المومنت عند اي تغير تبدا بعد كده هندسه تبدا ترسم القيم بتاعتك دي المومنت هنا والمومنت هنا تمام تيجي هنا عند الاي عندها 20 متر طن موجب يعني تنزل تحت تنزل تحت 20 متر طن بالشكل ده كده تيجي هنا تنزل 5 متر طن بالشكل ده كده هندسه بعد كده هتبدا وصل بين القيمتين دول بخط منقط بالشكل ده كده بعد كده بقى ثالث خطوه معاك انك هتيجي من منتصف الخط اللي انت عملته ده خط المنقط ده وتنزل منه عمودي مسافه قيمتها WL سكوير على 8 بالشكل ده كده هندسه وخلي بالك WL سكوير على 8 خلي بالك من المعادله دي المعادله ديت اساسيه معاك لازم تكون حافظها لازم تكون عارف فاهم وحافظ ان التعليقه بتاعه الحمل الموزع في المومنت بتساوي دبليو ال سكوير على 8 دبليو ال سكوير على 8 تمام يبقى انت هتيجي من نص المسافه دي كده وتبدا تنزل من الخط المنقط ده مسافه دبليو ال سكوير على 8 طبعا يا هندسه انت هنا هتبدا ترسمها بسكيل مناسب يعني انت مثلا يا هندسه انت رسمت ال 20 متر طن ديت ب 2 سم مثلا ورسمت الخمسه 5 ديت نسبتها لل 20 تمام؟ قلت مثلا إن الـ 20 بتترسم بـ 2 سم يبقى الـ 5 تترسم بكام؟ وكذلك الـ 16 تترسم بكام؟ يعني تبدأ تنسب الاسكيل بتاعك ولحد هنا هندسة على فكرة انت ممكن ترسم المومنت عادي تمام بس انا هكمل معاك كده كمان خطوتين علشان بعد كده في الخرسانة لما تيجي ترسم المومنت بتاعك على اللوحة بتاعتك تبقى تعرف ترسمها بسكيل كويس جدا جدا ويكون الرسم بتاعك دقيق ومفيهوش مشكلة بس انت هندسة بعد كده في الورقة بتاعة الاجابة بتاعتك عادي انت مش هترسمها بسكيل ولا حاجة انت هتعملها بالنظر كده وخلاص وتبدأ ترسمها بايديك عادي جدا وده اللي احنا هنشوفه في المسائل بعد كده بس هكمل معاك زي ما قلت لك علشان لما تيجي بعد كده في الخرسانه ويطلب منك انك ترسم المونت بتاعك في اللوحه بتاعتك بسكيل واحد لخمسين مثلا تبقى انت عارف ترسمه ازاي احنا كده وصلنا ان احنا علقنا التعليقه بتاعتنا اللي هي دبليو ال سكوير على 8 جميل وسمينا النقطه بتاعتنا سي تمام بعد كده هندسه من النقطه سي ديت هتبدا تنزل مسافه كمان مره دبلو ايه سكوير على 8 بالشكل ده كده يعني هتكرر المسافه ديت كمان مره تحت تبدا بقى بعد كده هندسه من النقطه دي تبدا توصل بخط منقط للكمتين بتاعت المومنت للخمسه والعشرين بالشكل ده كده هندسه وهتبدا تيجي بقى ده اهم حاجه انك هتيجي من نقطة C اللي انت عملتها اللي هي من التعليقه الاولى اللي هي دي كده تبدا تاخد خط منقط موازي للخط اللي انت كنت عملته في الاول فاكره الخط ده يبقى انت كده هندسه عندك ايه عندك هنا نقطه سي وعندك هنا قيمه المومنت ده وقيمه المومنت ده عندك ثلاث نقط بعد كده هندسه هتبدا توصل بين قيمتين المومنت اللي انت جبتهم دول والنقطه سي اللي انت جبتها والخطوط العمل اللي انت عملتها دي كده تبدا توصل منهم بكيرف بالشكل ده كده او ببارابولا منحنى بالشكل ده كده هندسه بحيث ان هو يكون مماس لخط العمل الاولاني اللي انت عملته ده ويمر بنقطه سي وكمان يكون مماس للخط ده ويوصل لقيمه المومنت بالشكل ده كده تبدا بقى بعد كده هندسه تشيل خطوط العمل بتاعتك ديت يبقى ده كده شكل البيندنج مومنت ديجرام الشكل النهائي بتاعه اهم حاجه هندسه في الموضوع ده كله انك تبقى عارف تعليقه المومنت هي عباره عن دبليو ال سكوير على 8 W اللي هو الحمل الموزع بتاعك، ال اللي هو طول الممبر بتاعك على ال 8 تمام؟ وعايزك برضو هندسه تبقى عارف القيمة ديت جت منين؟ القيمة دي جاية من التعليقة بتاعت البرابرة اللي هي W ال سكوير على 8، القيمة دي هندسة من أول الديتم بتاعك لحد هنا دي كده، القيمة دي من أول هنا لحد هنا 20، ومن أول هنا لحد هنا 5، تمام؟ فبالتالي هندسة أنت لما جيت من النص هنا ونزلت دبليو ال سكوير على 8 اللي هي طلعت معانا ب 16 لو تفتكر هتبدا تجمع عليها الشويه اللي فوق دول، طب الشويه اللي فوق دول اللي هم ايه؟ اللي هم المتوسط بتاع القيمتين دول اللي هو 20 زائد 5 على 2 هيديك المتوسط هنا كده بالظبط اللي هو كام؟ اللي هو 12 ونص تمام؟ تبدا بقى بعد كده تجمع ال 12 ونص على دبليو ال سكوير على 8 اللي احنا جبناها ب 16 هتطلع معاك ب ونص دي قيمه الماكسيمم مومنت يعني دي قيمه اقصى مومنت هيحصل عندك على الكاميرا بتاعتك وده طبعا هندسة بعد كده تبدأ تاخدها وتبدا تصمم بيها بتصمم طبعا على الماكسيمم مومنت ده كده هندسه خطوات عمل بقى لو انت هترسم بلوحه وترسم بسكيل وتظبط الدنيا بتاعتك انما انت هندسه لو بتحل مسائل او بتحل في السكتش بتاعك او في كراسه الاجابه بتاعتك فانت مش مضطر انك تعمل الحاجات دي كلها بمجرد هندسه ان احنا وصلنا للخطوه دي كده تبدا توصل الكيرف بتاعك او البرابر بتاعتك من النقطة دي وتخليها تمر بالنقطة سي وتمر بال 20 متر طن جميل طبعا بالحب كده يعني انت تمشيها بإيديك كده بحيث ان انت برضه تظبطها تخلي النقطة دي انت عارف انها الماكسيمم اللي هتكون اكبر من 20 فبالتالي لازم تكون نازلة عنها شوية طيب في شويه حاجات كده هندسه عايزك تاخد بالك منهم في رسمه المومنت والشيء تمام لو انت عندك حمل يونيفورم لود تمام وظهر قدامك في المساله اي حاجه من الحالات اللي انا هقولها لك دلوقتي يبقى انت لازم تقسم اليونيفورم لود بتاعك وهنشوف دلوقتي الكلام ده يبقى الحالات اللي احنا لو شفناها في المساله يبقى لازم نقسم اليونيفورم بتاعنا أول حاجة إن أنت لو اليونيفورم قيمته اتغيرت، يعني أنت جيت مثلا كده لقيت الكاميرا بتاعته اتنين ولقيتها مرة واحدة قامت رايحة ثلاثة أو أربعة، في الحالة دي لازم تقسم اليونيفورم بتاعك، أو لو مثلا الكاميرا بتاعتي كانت صفر ما كانش عليها أي حمل موزع وبدأت بعد كده تروح لحمل موزع، لازم برضو تقسم الحمل بتاعك، تاني حاجة إن أنت لو عندك حمل مركز أو عزم مركز عند أي نقطة على اليونيفورم لون يعني انت لو عندك حمل مركز وكمان عليه عزم مركز او حمل مركز لازم تفصل او تقسم الحمل بتاعك ده تالت حاجة لو انت عندك انترميديت هنج او سبورت اي سبورت بقى في اي نقطة عندك داخل الحمل الموزع اللي هو اليونيفورم يبقى انت لازم في الحاله ديت تقسم الحمل بتاعك لمجموعات طب انا برضو مش فاهم بص يا هندسه انت لو جيت بقى للشكل بتاعك ده كده ده اللي انا اقصده هندسه يعني مثلا لو جينا من الاول كده طبعا اول حاجه عندك سبورت فبالتالي هندسه دي اول حاجه انك تبدا بيها تمام بعد كده تبدا ماشي هتلاقي هنا عندك ايه انترميت هنج لازم تقسم الشكل بتاعك تاخد الجزء ده كده لوحده ترسم له مومنت لوحده والجزء اللي هيجي بعد كده لوحده جميل هتاخد بقى بعد كده الانترميديت هنج مع السبورت الرولر ده وتخليه جزء لوحده تبدا بعد كده تاخد الجزء ده كده لحد التغير ده هتعمله جزء لوحده كمثل بقى الشويه دول من اول الانترميديت هنج لحد التغير ده تاخده جزء لوحده ومن هنا للاخر جزء لوحده بالشكل ده كده هندسه هتبدا تقسمهم كده لاجزاء سمي ده مثلا بارت 1 وده بارت 2 بارت 3 بارت 4 بارت 5 وهكذا وانت لو عندك برده اي حمل مركز او عزم مركز برده من نفس الكلام لو انت مثلا جيت هنا ولقيت هنا عندك حمل مركز فبالتالي هتبدا تفصل بقى من هنا لحد الحمل المركز ومن الحمل المركز لحد الانترميت هنج وهكذا يعني وتاخد بقى بعد كده كل جزء ده وترسم المومنت لوحده وده كده هندسه اللي هنبدا نشوفه مع بعض من الفيديو اللي جاي ان شاء الله